أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة.
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.